مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. عندنا بكره مباراه مصر وموريتانيا، المباراه اللي احنا محتاجين منها نقطه، مباراه من ضمن ثلاث مباريات متبقيه لمنتخب مصر، محتاجين نقطه واحده ان شاء الله بكره نكسب ونريح دماغنا من التصفيات ونتاهل رسميا بنقطه او بالثلاث نقط بكره ان شاء الله. ثلاث نقاط مهم جدا تكسبهم، تفوز بالمباراه وتستمر حاله الانتصارات مع الكابتن حسام حسن ومع جهازه الفني ومع هذا الجيل من اللاعبين، تفرق جدا. يعني هنتكلم عن مباراه موريتانيا واللي هيحصل فيها والترتيبات اللي هناك، والحقيقه السيد السفير خالد يوسف بيقوم بمجهود كبير جدا مع المنتخب. لكن خلوني في الاول اقول صدمه في الجهاز الفني للنادي الاهلي قبل كاس السوبر، اصابه اشرف ديري، جاله وجع في قدمه فجأة كده النهاردة، بيقولوا جزع، بيقولوا يعني ألم في قدم الرجل. ما اعرفش ايه الحكاية دي مع اشرف ديري، يعني قبل السوبر الافريقي قدام الزمالك جاله اصابة، كان في مباراة للمغرب لمنتخب المغرب وكان هيبدأ المباراة، لكن جاله الاصابة في الاحماء وابعدته عن السوبر الافريقي قدام الزمالك، وخسر الاهلي السوبر بركلات الترجيح بعد تعادل الاهلي والزمالك 1-1 بنهايه الشوط بنهايه الوقت الاصلي، ولعب ركلات ترجيح وكسب الزمالك. اشرف داري في التمرين النهارده اهو، اشرف داري يتعرض لاصابه في القدم ويخضع لفحص طبي بكره شامل قبل كاس السوبر في الامارات. الخبر بيقول ان هو جاله اصابه قويه في وجه القدم في المران بتاع النهارده. كولر طلب من داري يتوقف على المران، ريحه يعني عدم اكمال المران، والدكتور احمد جاب الله هيعملوا بكره اشعه على القدم وفحص طبي شامل عشان يشوف هيعمل ايه في كاس السوبر. وطبعا يعني هتبقى صدمه اهلاويه في دفاع النادي الاهلي. اشرف داري بيمثل قوه كبيره جدا، وهو جاي الاهلي بفلوس كتيره جدا من نادي الفرنسي بريست الفرنسي علشان خاطر الماتشات اللي زي دي، الماتشات اللي هي بطوله من ماتش واحد او الماتشين او البطولات الكبيره. الاهلي عنده يوم الاحد الجاي مباراه سيراميكا كيلوباترا، فصدمه اهلاويه اصابه اشرف داري، انما هنشوف بكره برضه عشان ما نستعجلش. بالنسبه لي وسام ابو علي، في تخوف على وسام ابو علي بدا يظهر قدامنا اهو، مخاوف الاهلي بسبب الحاله النفسيه على فكره لوسام ابو علي قبل السوبر المحلي. وسام ابو علي هو هداف الاهلي وهداف الحقيقه بدرجه يعني امتياز، لانه هداف الدوري كمان في 6 شهور فقط. وسام ما ظهرش بالمستوى اللي كان متوقع منه في كاس السوبر الافريقي لانه كان متاثر بالازمات اللي بتواجهها عائلته كلها، عائلته في غزة وفي جنوب لبنان، وهو حتى حط على السوشيال ميديا أكتر من مرة بيتمنى لهم السلامة وبيقول لمحبيه ومريديه والجمهور إنهم يدعوا لأهله في الموقف المتأزم اللي هم فيه، وإنهم مش عارفين يروحوا فين ولا يجوا منين، والضرب بنفقهم من كل مكان. ربنا يا رب يعني يحفظهم له ويحفظ كل أهالينا في فلسطين في غزة أو في أهالينا في لبنان من العدوان الصهيوني الغاشم. فكمان البنالتي اللي ضيعه في مباراه كاس السوبر الافريقي حتى الان متاثر وسام ابو علي، والحقيقه بيحاول بقدر الامكان مارسيل كولر هو ويحيى عطيه الله الاثنين بيقعد معاهم كتير جدا عشان هم حاسين بتانيب ضمير، يعني هم حاسين ان هم السبب في فقدان الاهلي او خساره الاهلي لكاس السوبر. يحيى عطيه الله ضيع البنالتي في ركلات الترجيح، وسام ابو علي ضيع بنالتي في ركلات الترجيح، فعشان كده يعني مارسيل كولر عنده اهتمام كبير جدا جدا بهذا الثنائي. طبعا الانديه الاربعه بتواصل استعدادات لكاس السوبر لغايه ما المنتخب يرجع وتكتمل الصفوف. المنتخب هيلعب بكره الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره، المباراه تخلص 9، وبعد كده هيتحركوا على الطياره الخاصه، الرحله تاخد من 7 ل 8 ساعات، يعني مفترض يوصلوا في ساعه مبكره من صباح ان شاء الله باذن الله بالسلامه من صباح الاربعاء. يا دوب هينضموا ممكن يريحوا الاربع، معرفش المدربين هيعملوا ايه، خميس يتمرنوا وكل واحد ياخد طيارته ويطلع على الامارات عشان يبداوا استعدادات مواجهه كاس السوبر
الأبطال اللي هنطلق إن شاء الله يوم الأحد المقبل الساعة 4:05 بتوقيت القاهرة، مباراة الزمالك مع بيراميدز، والساعة 8 بالضبط بتوقيت القاهرة مباراة الأهلي مع سيراميكا في الدور قبل النهائي، ثم الاثنين يلعبوا مع بعض في الدور النهائي يوم 24 الساعة 8 برضو، قبلها الساعة 4:05 مباراة الثالث والرابع. لكن الأندية الأربعة بتستعد